السلام عليكم. هاي هي الجلسة السادسة من المستوى الأول. المفروض نكون وصلنا لهاي المرحلة بالشغل. عملنا الأسقف كلياتها سقف، عملنا النوافذ والدراجينات والدراج الأبواب إلى آخره والفرش. هلأ رح نحكي عن نقطة اللي هي الكورتين وول أو الجدران الزجاجية. طبعا الجدران الزجاجية هي إحدى أنواع الجدار العادي، يعني مثل أي جدار، لكن هي بس فكرتها إنه جدران زجاجية. يعني من اي امر، امر وول اذا كبسنا وول من الفاميلي. احنا عنا كان باسيك وول، في عنا الكورتين وول اللي هي جدران زجاجية، في عنا ستكد وول. طبعا احنا نشتغل بالكورتين وول حاليا. الكورتين وول في له ثلاث انواع. النوع الاول هو كورتين وول فقط، رح نشوف شو بيعطينا مثال. اعطاني هذا الجدار، رح بس اسكيب او من الماوس من هون مثلا اطلع من الامر. مسكت الجدار، ممكن ارفع من السهم لفوق، وممكن هون ادخل القيمة اللي بدي اياها، انه هاي التوب كونسترينت والتوب اوفسيت محطوطة الاول عند الليفل 1. فوق الليفل 1 3 امتار ونص تقريبا، انا رح خليه يوصل الليفل 2، خليها القيمة صفر ولو اطلع. طيب طبعا انا ما ضروري ادخل قيم، فينا من الاسهم مثل ما قلنا، رح ارفعه هيك عشان نشوف بشكل اوضح. طيب هذا هو الكورتين وول اللي بس كورتين وول اسمه ما فيه شيء. شو ملاحظ؟ انه عبارة عن زجاج شفاف. طيب النوع الثاني من الوول اكسيرور جلاسينج، راح نشوف كمان ملاحظ انه هذا هو الجلاسينج موجود عندي. اذا دققنا فيه شو منتبه؟ كمان بنلاحظ انه عبارة عن الواح زجاجية محطوطة جنب بعضها، في شبكة تقطع هاي الالواح الزجاجية. هلا النوع الثالث هو ستور فرونت، كمان اذا مسكناه لاحظ انه هلا شو صار في عندي. صار في فوق الشبكة اللي كانت بس مقطعة الزجاج، صار في عندي مثل معدن، شبكة معدنية أو هيك موجودة بين الألواح الزجاجية. طبعا في اختلاف بالأبعاد بين هاي وهاي، ما في مشكلة حاليا نتعرف عليهم هلا. هاي الأنواع الثلاثة، هذا أول نوع وهذا ثاني نوع وهذا النوع الأخير. هذا النوع ما فيه تقطيعات شبكة بنوب، هذا فيه بس تقطيعات شبكة، هذا فيه فوق تقطيعات الشبكة أعمدة أو قضبان، يعني ممكن نعتبره قضبان اللي هي اسمها موليون. بالريفيت اسمها موليون، هاي التقطيعات الموجودة بين الزجاج. ملاحظ كيف هون عم تجي هاي التقطيعات عم تتراكب مع بعضها بهذا الشكل. هلا بدنا نشوف شو الفرق بين هذا وهذا وهذا، يعني بمعنى ايمتى انا بستخدم هذا ايمتى بستخدم هذا ايمتى بستخدم هذا. وقت بيكون عندي شيء سريع بدي اعمله، واجهة زجاجية بسرعة بدي اعملها، واجهة زجاجية وبدون ما اهتم ب انه يكون في تقطيعات معينة، انه يكون في شيء اعلى من شيء او شيء اوطى من شيء، يعني ممكن استخدامه بشكل سريع، فانا فيني استخدم هذا النوع. علما انه هذا النوع انا فيني اتحكم بهاي التقطيعات بس بشكل يعني اقل مرونة من هذا النوع. هذا النوع انا بدي اصير انشئهم كلياتهم للتقطيعات اللي بدي اياها بالنسبة للتقطيعات الموليون اللي هي الخضوان الموجودة هون اللي ما انا موجودة هون. فبصير بحط قضبان موليون محل ما بدي، او اذا حبيت قطع الشبكه كلياتها. اما هذا النوع فهو نحن بنرسم الشبكه تبعته من اول وجديد، نرسم حسب شو بدنا. بدنا خط من هون، خط من هون مثلا، خط واحد من تحت وخط واحد من فوق. فنحن بهالطريقه مثلا نحسن نرسم الشبكه اللي بدنا اياها، وبعدين نحسن نحط فوقها الموليون او القضبان الموجود هون. طيب هلا شو فينا نعمل نحن على هدول الانواع. انا مثلا هذا النوع بدي ابلش ضيف عليه التقطيعات. كيف ممكن نضيف عليه التقطيعات؟ من امر كورتين جريد نحنا فينا نجي على السطح اللي بدنا نحط فيه الشبكة او خط الشبكة، ونقرب ايدنا على الماوس نحطها على حرف السطح هذا، بحيث نلاحظ هذا الخط المنقط اللي عم يطلع ويمشي مع الماوس. طبعا هذا الامر مثل ما شفنا من امر اركتكتشر كان كورتين جريد.
بنلاحظ انه هو موجود قائمة اركتكتشر مثل امر مستقل ما فيه شيل، يعني هذا يؤدي الى انه انا فينا استخدمه على اي سطح، يعني ما ضروري يكون نحدد هذا السطح ويجي استخدم الامر على هاي، لا انا فينا فورا من اي مقام اركتكتشر اكبس كورتين جريد نطبقه لهذا الامر على اي سطح، فينا نطبقه هون، فينا نطبقه هون، فينا نطبقه هون، اذا عندي اسطح ثانيه كمان فينا نطبقه عليها. فنحن هلا ممكن نحطه هيك، ممكن نحط خط هون، اذا حطينا ايدنا بالعكس بنلاحظ انه صار افقي، نحط هون مثلا خط، نحط هون خط، نحط الخطوط اللي بتناسبنا. هلا مثل ما انا ملاحظين هذا النوع عم يمشي الخط من بدايه الحرف اللي موقف عنده لنهايه الحرف المقابل، وهذا كمان نفس الشيء من بدايه الحرف هذا لنهايه الحرف هذا. طيب انا اذا بدي احط بس يكون من هون لهون مثلا ما يستمر على كل المستوى، كيف او على كل السطح، كيف فينا اعمله؟ نحن من الموديفاي مقارنه الموديفاي تبعت الامر هذا، في عندنا 1 سيجمنت، هذا ال1 سيجمنت بخلينا يحط من حرف لحرف فقط. اذا اخذت 1 سيجمنت قررت ايدي لهون بلاقيه عم يحطه من هون لهون، فينا نعمل هيك. اذا حطيت ايدي هون بلاحظ انه كيف عم يعمل لهي الجهه، اذا حطيت ايدي هون مثلا، اذا حطيت من هون من هون هاي ضلع هيك مثلا، ضلع هيك، ضلع ضلع مثل ما انا ملاحظين، نحن عم نحسن نحط الاضلاع اللي بدنا اياها يعني بهذا الامر. هلا نحن كيف كبس اسكيب عشان اطلع من الامر، كيف انا اتحكم كمان بهدول الاضلاع؟ انا فيني امسك واحد منهم اللي هو هذا خط الشبكه مثل ما انا شايفينه، واجا اغير بالقيمه الموجوده هون، مثلا حط 1.2، فهو بينزل بحيث يصير مسافه بين هذا الضلع وهذا الضلع 1.2. هلا مثلا اذا مسكت هذا فيني انا احرك هذا حتى يصير هون، شوف قديش مسافه 2.6 مثلا، انا بتهمني المسافه من هون لهون اكثر من هون لهون، فيني اعملها 3 مثلا بهالطريقه. انا احسن اتحكم بالبعد هذا، البعد بين هذا الضلع وهذا الضلع. هلا كل الاضلاع طبعا انا فيني احركها بهالطريقه، هذا فيني اعمله 2 يعني بين اي ضلعين انا فيني اتحكم كمان بين هذا وهذا مثلا بدي اشوف قديش، فهو محطوط هون فيني احطه مثلا 3 وهكذا، فينا نحن نتحكم بالشبكة بحيث تصير مثل ما بدنا. بالنسبة للنقطة الثانية هي أنا إذا بدي أضيف موليون فوق هاي الشبكة، هلا صار نحن مقطع الإزاز بس مقطع، هلا بدي أصير أضيف موليون، فالموليون في عنا كبس نفس الأمر جنبه، أخذنا كورتين جريد من شوي، هلا موليون بتطلع لنا هاي القائمة بتكبس أمر موليون، وصير فينا نضيف بنفس طريقة الإضافة من شوي، بس الفرق إنه توني كنت عم أحط إيدي أنا عند الحرف، هلا بدي اصير احط ايدي على الضلع اللي بدي يصير فيه موليون، مثلا هون انا بدي ضلع يصير فيه موليون، فبكبس على هاي فبلاقي انه طلع عندي مثل ما انا شايفين هذا الموليون، اخذ ضلع ثاني هون كمان فيه موليون، هون في عندي موليون صار، وهكذا نحن بنحط الموليون على كل الاضلاع. طيب اذا لاحظنا انه نحن هون مثلا لما عم بكبس عم نحط الموليون من الاول للاخر. طيب انا اذا بدي يصير الموليون على جزء بس مثل لما اخذنا الجريد وما استمر من الاول للاخر، فينا اعمل انا من جريد لاين سيجمنت، هلا بهالامر هذا هو بصير بياخذ جزء من الخط اللي انا بوقف عليه فقط، يعني مثلا كبست هون، كبست هون هون لانه في اثنين كان في خط مسبق، كبست هون مثلا، كبست هون هون، توني كان عم ياخذه كلياته ضلع واحد، هلا لا صار ياخذه على اجزاء، هذا مثلا بدل ما ياخذه كلياته بياخذوا على اجزاء وهكذا. طيب هاي الموليون اذا انا حبيت اضيفه بطريقه يدوية ضلع ضلع حسب شو بدي، كمان نحن نفس الوقت اذا حبيت غير حرك خط الشبكي هذا فيني احركه، انا بحط ايدي هون بكبس تاب لحتى يطلع خط بيشبه هذا الخط اللي مقطع مثل ما انا شايفينه خط مقطع، بس مثلا هذا الخط فيني احركه هلا اعمله مثلا 2، فملاحظ انه كل شيء بينزل لتحت بيصير مسافه من هون لهون 2 وهكذا، انا بس نتحكم فيهم كلياتهم. طبعا في عندنا موليون للحرف كمان، احنا اذا حبينا نضيف موليون للحرف. هلا في عندنا امر ثالث هو all grid lines، انه انا فيني اخذ فورا هذا الامر واضيف الموليون لكل الوجه فورا مباشره، يعني ما اضيفه يدوي. اذا لاحظنا هلا هو عم يقرب ايده على الشبكه عم ياخذها كلياتها للشبكه، فاذا كبست عليها راح يعبيها، لانه كان في اجزاء انا عاملها منها من اصل، فهو عمل بس الباقي اللي ماني عامل فيه. راح تشوف هذا مثلا هون فيه كلياته فاضي ما فيه مليون ابدا، فاذا قربت الماوس على هاي حطيت هيك فبلاحظ انه الشبكه كلياتها صارت
قطع بالخط الأزرق مقطع. إذا كبست فبلاحظ إنه كلياته صار فيه الموليوم. كمان أنا فيني أتحكم بخطوط الشبكة الموجودة عندي بهذا السطح. كمان إذا قربنا إيدنا لهون ما بيطلع الخط المقطع لسه، بكبس تاب تاب مثل ما أخذنا من قبل، إنه إذا في كذا شغلة فوق بعض أنا بكبس تاب لحتى يطلع أزرق على الشغلة اللي بدي أحددها أنا. طلع هلا الخط المقطع، كبست علاي، لاحظ انه حدده واعطاني الابعاد الوهميه اللي بحسن حركه على اساسها. بس في نقطه هون انه الكورتين وول اللي عملناه هون كان يدوي كلياته، اما هون نحن الكورتين وول كانت خطوط الشبكه اصلا الموجوده هي خطوط اوتوماتيكيه يعني ما كانت يدويه، لذلك هو حطلع لي اشاره القفل، فانا لازم شيل البن هاي، اشاره التثبيت يعني لازم شيل البن هاي لحتى احسن حركه لخط الشبكه هذا. فمثلا صار فيني اعمل كروب 2، فبلاحظ انه هلا صار عندي هذا نزل لتحت وصارت مسافه بين هدول هي 2 وهكذا. كمان هون نحن فينا نتحكم بخطوط الشبكه بعد ما نشيل البن ونعملها مثلا مسافه من هون لهون، خليها مثلا 2، بلاحظ انه كبر وحتى انطبق علي. اكيد ما بدنا ينطبق، نحن بدنا اياه يوصل مثلا 0.5 يجي لهون. هيك نحن مثل ما شايفين عم نحسن نحركه من خلال انه نشيل البن اول شيء وبعدين نصير نحرك الضلع اللي بدنا اياه على هذا الاساس. طيب هلا رح نشوف نحن شو فينا لسه نتحكم كمان بشغلات اكثر بالكورتين وول. نحن اذا بنلاحظ الكورتين وول الاصلي اللي تم انشاؤه هون، القضوان الموجوده بالداخل سماكتها شكل او مقطع شكل، والقضوان الموجوده بالمحيط الخارجي مقطع شكل. نحن كيف فينا نتحكم بهذا الموضوع؟ إذا أخذنا نحن مثلا هاد الكورتين وول اللي عملناه يدوي، ونفس الشيء بينطبع على هاد ونفس الشيء بينطبع على هاد. إذا أخذنا هاد وشفنا الـ تايب تبعته، رح نلاحظ إنه في عندي هون الـ construction في exterior automatically embed والكورتين panel non not defined layout والhorizontal grid والvertical grid. هاي الخيارات الموجودة هون، الـ vertical molyneux محطوطة non non إلى آخره. هذا التايب بروبرتيز او خصائص الفاميلي تبعت هذا النوع. خصائص الفاميلي تبعت هذا النوع كمان اذا فتنا على قلبها نلاحظ انه بيفرق عن هذيك الفيرتيكال جريد والهوريزونتال جريد، صار في هلا بس شبكه والمسافات بيناتهم ها هي. مثلا اذا عدلت المسافه هاي وعملتها 2 على سبيل المثال، قلت له ابلاي، لاحظ انه كيف صارت المسافه بين الفيرتيكال عباره عن 2 مترين يعني. إذا جيت على الهوريزونتال جريد اللي هي 4 حطيتها 1 مثلا قلت له ابلاي، كمان بلاحظ كيف المسافة بين التقطيعات صارت قديش، عبارة عن متر متر على الماشي. وما بننسى إنه نحن عملناها لهي مترين بالأصل، وكمان نحن عبينا الكورتين جريد أو الموليون عفوا عبيناها ايمت على الشبكة القديمة، فلذلك عندي هون خطوط ما في عليها موليون. ليش؟ لأنه أنا الموليون عم ضيفه يدوي، هو بالأصل هذا فيه بس جريد. اما موليون اذا انتبهنا لهون موليون بنلاقيها نون بنون. طيب اوكي، اذا اجينا لهون على النوع الثالث قلنا له اذا التايب، بنلاحظ انه فيه فيرتيكال جريد وهوريزونتال جريد، كمان بالاضافه لهدول شو بنلاقي فيه؟ فيه فيرتيكال موليون وهوريزونتال موليونز. كمان بنلاحظ انه هون محطوط الانتيريور تايب والبوردر تايب، وانتيريور تايب وبوردر تايب، طبعا بوردر 1 وبوردر 2 يعني الحرفين هدول. الانتيريور تايب هي الشبكة الداخلية للفيرتيكال، البوردر تايب 1 و2 هي الحراف، كمان انتيريور تايب شبكة داخلية للهوريزونتال افقي، وبوردر تايب حراف كمان الخارجيات الموجودين عندي. هاي الانواع الثلاثية هون، انواع الثلاثية هون هي اللي بتحدد لي انه كيف المقاطع تكون للقضبان، هاي مختلفة عن بعضها ولا مثل بعضها. يعني انا اذا طلعت هون باقي محطوط على 30 سكوير هذا ريكتانجل موليون، اما اذا جيت لهون بلاقي محطوط ريكتانجل مليون 50 ضرب 150، واذا جيت لهون كمان بلاقي النوع نفسه. اما هون كمان النوع الاول 30 سكوير موجود هون، والنوع هذا بيفرق عن النوع الاول، هذول النوعين بيفرقوا عن النوع الاول. يعني البوردر او الحراف غير الانتيريور والبوردر غير الانتيريور، لذلك نحن مثل ما شفنا صار في عندنا مقاطع مختلفه. اذا انا جيت رجعت هذا النوع او مثلا عدلت هذا النوع عملته نفس النوع هذاك 30 مثلا سكوير، وهون جيت عملته كمان 30 سكوير وقلت له اوكي، رح نلاحظ انه صار عندي هون انا الحرف الخارجي هو نفس هذا الحرف بس من جهه واحده، لانه انا ما البوردر 2
عملتهم من نفس هذا النوع. عملت بوردر واحد هون كمان بوردر واحد صار من نفس النوع، اما البوردر التحتاني لا من نوع مختلف. فهاي بالنسبة بيكون افتراضي انا كيف ممكن اعدل الالاي. طيب انا هاي الشبكة او هذا النوع كيف ممكن اعدل الالاي؟ هذا النوع بحسن اعدل الالاي بالاختيار اليدوي، يعني انا بحسن اكبس هون تاب مثلا اذا ما كان محدد القضبان موجودة هون، اذا ما كنت حسنان حددوا بكبس تاب لحتى احسن حددوا، بس حددته بكبس الالاي. بلاحظ انه في له فاميلي موجودة هون، انا ممكن اعدل من خلال هاي الفاميلي على هذا على هذا العنصر مثل ما احنا شايفين تعدل. طب اذا بدي اعدل عليهم كلياتهم، انا ممكن اوقف بواجهه مثلا هيك، احدد اعمل نافذ التحديد، اختار فيها كل هدول، بعدين اقول له فلتر اخذ بس الكورتين وول موليونز، يعني اشيل على الباقي اقول له اوكي. هيك انا بكون حددت الداخليات كلياتهم، وبقول له انه بدي اياهم من نوع مثلا 30 سكوير هيك بهالطريقه. هيك انا بكون عدلتهم للداخليات، والخارجيات ضلوا مثل ما هني. كمان اذا حبيت اعدل الخارجيات ممكن نافذ التحديد واعمل فلتر واخذ بس الكورتين موليون شيل الباقي واقول له اوكي. اجي عدل بس هدول، طبعا انتبه انه اخذ هدول معهم، انا لازم اعمل شيفت هلا واعمل نافذ التحديد بحيث يروح التحديد عن هدول. انا بالشيفت بشيل التحديد، وبالكاترول اذا حبيت اضيف تحديد بضل كابس طبعا، يعني بضل كابس على الشيفت، وبعد ما اكون حددت عده عناصر مثل هيك مثلا بضل كابس على الشيفت وبعمل هيك، فبيروح تحديد العناصر اللي اخذها بالشيفت. اذا بدي اضيف كبس كاترول بضل كابس كاترول بفتح النافذه، فهو بياخذ العناصر الجديده مع العناصر القديمه. هلا كمان بهاي الطريقه نحن هون نفس الطريقه نحسن نعدل على هدول، اما واحد واحد او اذا حبينا نفس التحديد كمان نحسن نعدل عليهم. هاي بالنسبة للموليون. طيب بالنسبة للألواح الموجودة هون كمان أنا بحسن أعدل عليها بنفس الوقت. كيف ممكن أعدل على الألواح الموجودة هون؟ طبعا كلياتها هاي أو هاي أو هاي بنفس الطريقة. كمان أنا بحسن أكبس تاب لحتى يمسك لي اللوح مثل ما أنا شايفين هلا صار في إطار على اللوح. أكبس تاب، هذا الإطار على اللوح بكبس فبيحدده للوح الموجود هون. كمان من هون أنا في عندي أنواع للفاميلي تبعت هذا اللوح شو ممكن يكون. فينا اختاروا مثلا جدار ارميد مثل ما احنا شايفين هيك، هلا صار هو جدار ارميد مع الازاز. فينا نختاروا انه يكون مثلا جدار عادي او اكساء، نحط جدار عادي بعدين نكسيه مثل ما بدنا. فينا نختار انواع مختلفه من الازاز، يعني انا اذا كبست هذا البانيل او هذا هو اسمه بانيل، يعني اللوح اسمه بانيل، قلت له اذا التايب ورحت على الماتيريال باقي فيه جلاس، بحسن كمان نحن هون نعدل الماتيريال رح نتعرف عليها بعدين. و هاي من هون احنا بنحسن نحدد السماكة تبعت الزجاج موجود عندي هون. هلا نحن في عنا خيار كمان نحسن نفرغه تفريغ، يكون يعني عبارة بس عن قضبان موجودة افقي وعمودي بالتشكيل اللي بدنا اياه، والباقي يكون مفرغ ما في لا زجاج ولا في شيء ابدا. هذا الخيار كمان نحن من هون مفروض نلاقي في عنا مثل ما في سوليد، هلا هذا سوليد يعني صار مصمط مانو مفرغ مانو زجاج مصمط. اذا بدي اعمله امتي او مفرغ يعني على نفس السيستم بانيل في عنا بيكون وحده اسمها امتي، هي مانا موجوده هون، فنحن مضطرين نروح على الفاميلي وننزلها. ممكن نقول له اذا التايب بالحالات اللي بنكون مستخدمين فيها اللود بصير تكون اللود شغاله، لكن هلا هي مانا شغاله، لذلك نحن راح نروح على المحل ما هي موجوده سي مكتب، يعني محل ما المكتوب مكتبي موجودة عندي على RBT 2018، بفوت على Libraries على US Metric، وبعدين بفوت على الكورتين وول بانيلز. لاحظ انه هاي السوليد استخدمناها والجلاسيد كمان استخدمناها، هدول الفاميليز. في عنا الامتي اللي احنا بدنا اياها، بنمسكها وبنزتها هون، طبعا لازم نكون مغلقين هاي النافذة. نزلتها هون، فهلا هو صارت موجوده عندي بهاد بالفاميليز تبعت الكورتين وول بانيل، صارت موجوده هاي الفاميلي عندي. طبعا احنا زتيناها بقلب الملف، بس هي لحالها بتروح على المحل اللي لازم تروح له، يعني لحاله بيعرف هي وين تصنيفها وبيدخلها على هذا التصنيف. لذلك انا هلا اذا رجعت كبست هون تاب ومسكته لهذا البانيل
وفت على الفاميلي لا صار في عندي فاميلي جديده اسمها امتي بنات بختاره. هلا صار هذا اللوح مفرغ ما عاد يعني ما فيه زجاج او شيء. راح تشوف الفرق يعني بين لما يكون في عندي زجاج او ما في عندي. لاحظ هون في لونين مختلفات، هون في زجاج هون ما في زجاج، طالع شفاف ببين، يمكن هون ببين اكثر على الخشب. كيف هون لونه افتح من هون، هون ما في شيء لونه. هيك بالطريقه نحن ممكن نلعب كمان بالالواح الموجوده هون او البانلز، نعدل عليها مثل ما بدنا، اذا حبينا يكون فراغ، اذا حبينا يكون فيه جدار او هيك، او اذا حبينا نحط شيء نحن اكساء على كيفنا اللوح موجود هون. طيب نحن في عنا لسه بس بعض الخصائص عن الكورتينول هاي. اذا حددنا اللوح الزجاجي هاد ورحنا على الخصائص تبعيته من هون، نلاحظ انه في عنا بالاضافه لخصائص الجدار العادي انه منين يبلش وين ينتهي وقديش اوفست وهيك، في عنا هون الفيرتيكال جريد، في عنا الهوريزونتال جريد، في لون زاوية للقضبان هدول او الشبكة قديش تكون زاوية الميلان تبعيتها الدوران يعني. فهون هلا صفر محطوط وهون صفر، اذا عملناها مثلا 30 ونالو ابلاي، فعم يقول لي انه في بعض القضبان او الخطوط الموجودة راح تصير رايحة براته. فانا قلت له ديليت انه معلش، قلت له كمان ديليت وريبليس بانيل تمام. فملاحظ كيف عنا صارت مايلي بهذا الشكل الخطوط العمودية، لأنه أنا بس الفيرتيكال جريد هي اللي عملتها 30 درجة. هلا كمان نحن إذا ميلنا الهوريزونتال جريد وعملنا لها مثلا 45 قلت له أبلاي كمان أنا ديليت، ملاحظ إنه كمان صارت عندي الخطوط الثانية بهاي الطريقة. هاي مشان إذا نحن حبينا الخطوط تبعت الشبكة ما تكون عمودية تماما، فممكن نتحكم بميلان الخطوط الأفقية لحال والخطوط العمودية بكون إلى ميلان تاني كمان لحال، بحيث يطلع لنا هيك شكل أو الشكل قبله مثل ما شفنا في منهم مستقيمات ومنهم مايلات هيك. لكن الفكرة أنه أنا ما فيني أتحكم بالعنصر الواحد أو الخط الواحد من الشبكة عن طريق إعدادات الكورتينول من هون. هاي صار بدها يعني صار بدها تصميم حر أو ماس يعني لحتى نحسن نعملها بهي الطريقة. هلا بدنا نشوف كيف نحن فينا نركب هذا الحكي او كيف فينا نشتغله على الجدران الموجودة عندي هون. طبعا نحن فينا بالاصل انه نعمر جدران ونبلش البناء بجدران من هذا النوع كورتينول. طيب اذا انا ما عمل جدران من نوع كورتينول فورا، كيف فينا اشتغل الجدران كورتينول بعد ما اكون صممت البناء مثل ما نحن عاملين هلا؟ طبعا هدول ما بدنا اياهم، نحن لما بنكبس كبستين على عنصر في له امر ايديت بروفايل، فهو الكبستين بيفتح لي الايديت بروفايل تبعته كانه كبست ايديت بروفايل انا على الجسم هذا نفس لهي الامر كبستين بيمشي الحال. هلا اذا اجينا نحط هون كورتينول مثلا، فنحن ببساطه رحنا وقفنا بمسقط مثلا مسقط الطابق الاول اللي هي هون نحن نحط الكورتينول، وقلنا امر كورتين وول هو عبارة عن امر الوول العادي. اذا اخذنا امر وول واخترنا من هون نوع الفوم اللي بدنا اياه، انا راح اختار ستور فرونت، جيت حطيت مثلا هون جدار يعني اول جزء، حطيت هون جزء ثاني مثلا وهون جزء ثالث. هلا بهالطريقة أنا صار في عندي كورتين وول هون، صار في عندي كورتين وول هون، صار في عندي كورتين وول هون، ثلاثة موجودات. الثلاثة هدول إذا رحنا شفناهم هلا بالواجهة كيف صايرات تمام؟ أكيد نحن الزجاج ما لازم يكون واصل كل هالقد، فينا نمسكه للكورتين وول هاد ونحدد من الإعدادات الموجودة هون إنه أنا مثلا هذا هو مبلش عند الطابق الأرضي، فأنا إذا بدي إياه يطلع فوق الطابق الأرضي ب 120 سم يعني 1.2 ابلاي اوكي. فملاحظ انه صار هلا مرتفع عن الارض بمقدار 1.2، نحن ممكن نخليه يوصل للطابق الثالث هذا الشكل. من الاسهم ممكن نتحكم فيه ننزله تحت شوي ونرفع من هون اكثر لسه يعني بهذا الشكل. كمان هذا نفس الشيء ممكن احنا نخليه يوصل لهون، نخلي هذا الجزء عندي يوصل لهي المسافه
هون كانوا في مغسلة. أما بالنسبة لهاتح ممكن نخليه واصل من الأرض يوصل لعنده لهون بهذا الشكل. فبهالطريقة نحن نكون حطينا كورتينول متضمن لحاله بقلب الجدار، يعني نلاحظ إنه لحاله فرغ الجدار حط الكورتينول اللي نحن بدنا إياه بقلب هذا الجدار. طيب وإذا كبسنا على الكورتينول هذا وفتنا على الإيدت تايب ورحنا لهون، نلاحظ إنه الإعدادات اللي اشتغلناها على الإيدت تايب من شوي إنه رجعنا هاي عملناها 30 مثل هاي لساتها 30، وكمان هاي كمان تغيرت وصارت مثل هاي، لذلك نحن ممكن نرجعه على الإعدادات اللي كان عليها من قبل، نعمل هاي 50 نعمل هاي كمان 50 نقول له أوكي، هيك بحيث يصير عندي من طرفين في هذا الموليون أو الإطار سميك. هلا هيك نحن بنلاحظ انه لما عم نغير على واحد عم يتغيروا كلياتهم، ليش؟ انا عم اغير بالايديت تايب، انا عم اغير بالايديت انستانس لحتى يتغير بس اللي انا محدده. هلا هيك نقطع الجدار او تفرغ الجدار ونحطه هني بقلبه. طيب ليش عم يتفرغ الجدار؟ وهل ممكن نحن صادفنا حال انه ما يتفرغ فيها الجدار؟ اي ممكن صادفنا حال ما يتفرغ فيها الجدار، كيف بتصير؟ انه اذا نحن مسكنا الكورتين وول هذا الموجود عندي هون، فتنا على الايديت تايب تبعيته، في خيار اسمه هون اوتوماتيكلي امبيد، هذا الخيار هو اللي بيخلي التفريغ يصير تلقائيا بالجدار، يعني اذا شلت الصحن من العلوي قلت له اوكي وجيت عملت جدار جديد وقفت مثلا بمسقط الطابق الثاني اخذت وول كورتين وول حطيت هون كورتين وول، لاحظ انه اعطاني خطا انه صار في جدارين فوق بعض، اذا رحت وقفت بال 3D ما يبين عندي الجدار لانه صار جوات الحيط اللي هو هذا هو جدار مبين بس جزء منه من هون بسبب الارتفاعات المرسومه، بس ما تبقى هو صاير بقلب الحيط العادي او الجدار العادي، لذلك ما في عندي مانو ظاهر وما صار في تفريغ. السبب مثل ما قلنا انه هاي اوتوماتيكلي امبيد ما مفعله، لهيك انا بتاكد انها تكون مفعله مشان يصير في التفريغ اللي بدي اياه. هلا النقطه الثانيه بدنا نحكي عليها، انه وقت اللي بيصير الجدار قاعد بقلب هذا الجدار، انا فيني مثل ما عملنا قبل بمره انه هذا له اديت بروفايل، انا الكورتين وول كمان فيني استخدم اديت بروفايل علاي وتطبق وتصير في تفريغه معينه بقلب الجدار. اذا رحت وقفت الطابق الثاني اخذت وول كورتين وول كمان مثلا بهذا الجزء انا بدي اعمله رسمت من هون لهون مثلا هذا الكورتين وول، رحت شفته بال 3D بلاقي هذا هو عندي، لاحظ انه بصير في فرق، انا ممكن لما اكبس هيك حدد هذا الجزء، اما لما بدي احدد كل الكورتين وول بحدد الجزء البراني، يعني بكبس برا فبيتحدد عندي والاطار بيفرق، لما بيطلع اطار بهذا الشكل فهو بيكون ماسك كورتين وول كله، اما بهالشكل لا هو ماسك بس الشبكه هاي او الضلع هاد، اذا مسكت من هون هيك بيكون ماسك هاي الشبكه وهكذا. فنحن نمسك كل الاطار ونزله تحت شوي بهذا الشكل هيك، تمام من هون ممكن نزله كونه هون ما في شيء هون الميزان. هلا هذا الكورتين وول الموجود عندي هون انا فيني اعمل له ايديت بروفايل، حددته هيك بقول له ايديت بروفايل فبيعطيني هذا سكتش الزهره، يعني نفس مبدا الجدار العادي تماما. هلا فينا احذف له هذا السكتش الموجود هون وضيف سكتش من عنده بشكل اللي بيناسبنا، يعني ممكن يكون هيك طبعا احنا نستخدم الاشكال اللي بدنا اياها. الشرط الاساسي انه يكون سكتش مغلق، يعني ما انه مفرغ او ما انه مفتوح، يعني ما فيه فتحه حتى ما كيف بده يصير كورتين وول ماشي على كل الشاشه ما بصير، لازم يكون في اطار بحدده للجدار سواء كان جدار عادي او كورتين وول، واذا كان في تداخلات لازم تكون تداخلات كمان مغلقه، يعني انا هون مثلا عندي هذا التقاطع اللي صاير هيك لا ما بصير، لازم يصير في هذا مفرغ مثلا هذا لازم ينحذف. هون فينا نعمل امر سبليت ناخذ تريم لهاد مع هاد هاد مع هاد كمان نفس الشيء، فينا ناخذ امر سبليت نحط سبليت هون سبليت هون وهون وهون وهون، بدنا نحذف هاد وهاد هون هدول هدول نقول له تريم ناخذ هذا مع هاد هالشكل. هيك صار عندي انا شكل مغلق تماما ما فيه اي شغلات يعني غير مغلقه او شيء،
قول له إشارة صح، قول له ديلات عم يسألني على العناصر القديمة، فقلت له ديلات، فصار عندنا نحن هذا الشكل اللي مفرغ فوق الباب كنافذة للإنارة وهيك. هاي كمان نحن إذا حبينا نستخدم شكل معين أو مثل ما بدنا في البروفايل، كمان فينا نحن نستخدم شكل غير هيك إذا حبينا. ممكن نستخدم منحنيات، طبعا ما بدي اخر خط. احنا ممكن يكون شكل نستخدمه مثلا بهالطريقة أو أي إشكال تاني ممكن نستخدمه، نقول له إشارة صح وديليت، فملاحظ صار عندي الفتحة الموجودة هون بهذا الشكل. وهكذا احنا فينا نستخدم أشكال مثل ما بدنا بحيث نرسم البروفايل اللي بدنا إياه، ومع الوقت بنصير نتعود إنه نرسم البروفايلات بشكل أسهل. فينا نتحكم بهذا العنصر أو بهاي الجسم أو البروفايل اللي نحن رسمناه، نوقف مثلا بالواجهة ونقول له موف بحيث نشيل الكونسترين. إذا نحن حبينا نتحكم بسكتش مثلا ننزله شوي لتحت أو نطالعه لفوق مثل ما بدنا، فينا نقول له إيديت بروفايل مرة تانية ونحدد الزهرة، سكتش الزهرة، وبالأسفل ممكن ننزله تحت أو بأمر مو، نقول له إشارة صح مرة تانية، نلاحظ إنه هلا صار نزل لتحت شوي حسب نحن شو بدنا. كمان هون فينا نضيف كورتينول، فينا نحن نمسك جدار كامل نعمله كورتينول مثل هذا الجدار مثلا، فينا نمسكه كلياته خليه من نوع الكورتينول هاد، نلاحظ كيف صار عندي هون بهذا الشكل. فينا نحن نضيف كورتينول كبير هون مثل اللي اضفناه من شوي هيك، رح وقف بالمسقط الاول، نضيف كورتينول من هون لهون ومن هون لهون، بس رح نغير هذا شوي يصير عندي هيك. نحن فينا نضيف شغلة كمان، انه نضيف جدار عادي بقلب جدار عادي. كيف جدار عادي بقلب جدار عادي؟ يعني انا هلا فينا اعمل 90، هاي 90 سم 9 سم عفوا سماكة جدار وكساء وبريك، فينا طبعا نكون عامل انا فاميلي خاصة فينا ونضيف هون جدار معين. رح ضيف انا هلا هذا النوع بشكل سريع، يعني بنلاحظ هلا هو اعطاني خطأ انه صار في جدارين بقلب بعض، فانا ما في شيء اسمه اوتوماتيكلي امبيد بالخصائص مثل كورتينول، لذلك نحن بدنا نعمل امر كت اللي هو من موديفاي، ناخذ كت، ناخذ الجدار الاول اللي هو لازم يضل محله، بنقول له يفرغ منه الجدار الثاني بهالطريقه. هلا اذا رحنا وقفنا بال 3 دي بنلاحظ انه عندي هذا هو جدار الارميد اللي واقع بقلب الجدار هذاك، فعندنا بهاي الطريقه نحن نحسن شكل نصير تشكيلات لسه كمان اكثر، بحيث ندخل الجدران مع بعضها وبس مباشره. اذا حذفته لهاد بصير بهالشكل، فينا اذا عملت له ايديت بروفايل كمان على نفس المبدا بصير فينا انا اشتغل اكثر من بروفايل موجودين، بس مهم اهم شرط انه يكون مغلق بروفايل مغلق. بحيث هلا صار عندي مفرغ الجدار بهذا الشكل. طيب هلا اذا نحن جينا هون كمان وعملناه هون، تاكدنا انه هذا هو الارتفاع المناسب. طيب تمام، هون كمان فينا نحط كورتينول هون إذا حبينا، فعدة أماكن ممكن نحط فيها كورتينول، هون كمان ممكن شرائط إلى آخره. هاي طريقة وضع كورتينول للمبنى، كيف يكون فتحات في إلى زجاج، كيف بتكون الكورتينول تنحفر بقلب الجدار لحالها. إذا حبينا نحن نضيف تقطيعات أو خطوط شبكة، إذا حبينا نحرك خطوط الشبكة الموجودة هون مثل ما تعلمنا نحن نحدد الخط ونشيل البن العلاي مثلا نحط واحد، ف انا حطيت واحد ثلاثة، نحط واحد فبيتحرك لهون بالمسافة اللي احنا بدنا اياها. اذا مثلا حبينا نحن يكون في عنا هون فتحة نافذة، فبحدد البانل هاي وبشيل البن اللي عليها مشان اعدل
فاميلي تبعيتها، اختار الفاميلي اللي بتناسبنا. انا في عندي فاميلي كمان اكثر من هيك، ما ضروري بس يكونوا هدول هن المستخدمات. ممكن نروح لهون واختار كورتين بانل نفسها اللي كنا فيها من شوي. في عندي بالدور دورز، انا في عندي دور كورتين وول، في عندنا هذا الكورتين وول، هذا باب للزجاجة يعني اذا عملناها هي قناة كبيرة، هذا زجاجة وهذا زجاجة وهذا زجاجة، هاي ابواب زجاجية ما بتزبط الا على الكورتين وول حصرا. فانا فيني اخذ هذا الباب مثلا احطه هون. هلا صار فيني احدد هاي الفتحة او البانل واقول له انه يعملها عبارة عن ام دور كورتين وول، وبالتالي هلا هي هون صارت عبارة عن باب. كيف ممكن اعرف انه يعني هذا باب او اتحكم فيه او شيء؟ فيني مثلا انا اعدل على هاي اعملها 45 اقول له ابلاي. اذا رحنا هلا وقفنا بالمسقط لاحظوا انه هون صار في اشارة باب مفتوحة بقيمة 45. هلا كمان فيني اضيف نوافذ بهاي الطريقة. اذا رحت انا بالمجلد هذا نفسه اذا طلعت من الدور رحت على الويندو، كمان في عندي هون نوافذ مثل هاي، هي نافذة كورتين وول، بصير الفتحة هي عبارة عن نافذة. هذا الموضوع مشان إذا بدي أشوفها بالمسقط أو مشان الرموز أو هيك رموز النوافذ. طيب هلا النقطة الثانية اللي رح نحكي عليها هي من أمر وول. من هون في عنا وول سويب، في عنا وول ريفيل. وول سويب وول ريفيل هي عبارة عن أمر مثل ما أنا شايفين له علاقة بالوول على الجدار. بيركب عنا هون زخرفات معينة، ممكن تكون خطوط طولية أو عرضية أو عمودية، وممكن تكون بارزة وممكن تكون غائرة أو محفورة. إذا أخذنا أمر سويب وبلشنا نشوف كيف يكون يطبق، نقرب إيدنا على الجدار نلاحظ إنه هو عم ياخد، إذا مبين في خط رمادة عم يمشي هيك، هذا هو عم يكون على الجدار. بس إنك كبست كبسة ساعتها بيثبته هو، وملاحظ انه هو عم ينحفر لحاله عند الكورتين وول، يعني هو عم يركب على الوول تماما، محل ما في جدار عم يكون راكب فوقه، اذا ما في جدار عم يكون مفرغ. مثلا رح نحط هون واحد نحن، هلا هو صار موجود بس بيستناني لحتى انهي الامر مشان يصير ظاهر نظامه. في امكانيه انه نحن نمشي على كل، قبل ما ننهي الامر انه نحن نمشي على كل الجدران الموجوده متصله مع بعضها. يعني انا هون اذا حطيت ايدي على هذا الجدار فبلاقي انه هو يحط امتداد له، امتداد لهذا، حط واحد هون فبكبس، بكبس انسان على هذا الجدار، بلاحظ انه صار في امتداد، ممكن اكبس هون كمان وممكن على هذا الجدار كمان نفس الشيء وعلى هذا الجدار الى اخره، بحيث يصير عندي كل الجدران فعليا هذا السويب. وبس انا خلصت وصار بدي اثبته، نفس الشيء بكبس بس كبسي برا ما على جدار، لاحظ انه خلاص تثبت وصار موجود نظامي عندي وانتهى الامر. هاي امر سويب. طبعا احنا فينا نعمل اكثر من واحد فوق بعض ما في مشكله، فينا نعمله مثل هيك افقي، فينا يكون كمان عمودي منين. من هون في عنا هوريزونتال، في عنا فيرتيكال. اذا اخذنا فيرتيكال ساعتها بصير عمودي، بس طبعا ما في امكانيه للاستمراريه لانه جدران ما انا مستمره بهذا الشكل. لذلك نحن ممكن نعمل الاول وبعدين نطلع منه وناخده ونقول له create similar مثلا، ورد ناخذ واحد ثاني وهكذا، بحيث كمان يصير عنا تطريزات هون معين. هلا اول ريفيل مثلا كمان هي نفس امر رول سويب، بس بيكون بدل ما يكون هيك نافر لبرا بيكون عباره عن غائر او محفور. مثلا اذا حطينا هون طبعا نعمله horizontal مشان نشوفه كمان كيف ممكن يمشي على الاستمراريه، هون هون وهكذا، بكبس برا فبصير عندي الحفر موجود. مثلا ملاحظين اذا ابدا انا هون ففي عنا حفر بالجدار محفور عندي، هون كمان ملاحظ كيف صار الجدار محفور، هون كمان ملاحظ كيف صار في حفرة ماشي. كمان انا فيني استخدم هوريزونتال او فيرتيكال مثل ما بدي كمان، يعني حسب انا شو بيناسبني. اذا حبيت استخدم هوريزونتال فينا نستخدم هوريزونتال كمان مثل ما شايفين صار في عنا حفرة عمودية. طيب هلا الفكرة هون ممكن احنا نشوف انه هذا مقطعه غير هذا. طبعا الأعمدي ما بينحفروا، الأعمدي بيضلوا عاديات لأنه هدول أعمدي بيتون، يعني هو متعرف عليهم انه أعمدي فما بصير يحفرون، لكن الجدار هو اللي بينحفر.
نحن هون مثلا كيف بنلاحظ انه هذا مقطع شكل والنافر مقطع شكل ثاني. كيف انا ممكن اتحكم بهذا المقطع؟ طبعا ناخذ نفهم نحن انه امر سويب سواء كان فيرتيكال او هوريزونتال هو نفسه امر سويب، وكمان امر ريفيل نفس الشيء، اذا كان هوريزونتال او فيرتيكال كمان بيضل امر واحد. يعني شو مقصد هذا الحكي؟ انه انا اذا عدلت على الافقي رح يتعدل معه العمودي مباشره، كلياته رح يتعدلوا معه، لانه التعديل رح يتم منين؟ من الايد التايب. اذا فتح على الايد التايب بلاقي في عندي هون شيء اسمه البروفايل، ممكن اختار هذا البروفايل مثلا اقول له ابلاي واقول له اوكي. فبلاحظ انه تغير والباقي كلياتهم شو صار لهم؟ تغيروا معه. ليش؟ انه كلياتهم اخذين نفس الفاميلي. طب انا اذا حبيت اغير بس واحد وما بدي الباقي يتغيروا معه، ساعتها بقول له اذا التايب قبل ما اعمل اي شيء بقول دوبليكيت بقول له اوكي. فهو هلا صار اخذ فاميلي جديده. هاي الفاميلي اسمها اذا عملنا رينيم لا اسمها كورنيك 5. بعدين باخذ بغير عرض ساعتها، بحط العرض اللي بدي اياه او البروفايل اللي بدي اياه، بحيث انه هلا الباقي السويب الباقي ما تغيروا مثل هذا. ليش؟ لانه هذا اخذ الفاميلي هاي. طبعا مثل ما شايفين في انا عامل هون عدة انواع. اذا حبينا ناخذ هذا النوع مثلا نشوف شو هو هذا، او هذا مثلا نلاحظ كيف عم يكون في فرق بين كل واحد وواحد والباقي ما عم يتغيروا معه. ليش ما عم يتغيروا معه؟ لانه كل مين اخذ فاميلي شكل. نفس الشيء بالنسبه للريفيل، كمان انا فيني افوت على الايديت تايب ومن هون اختار بروفايل تاني مثلا اقول له اوكي. فبلاحظ كيف صارت عندي حفره بهذا الشكل. كمان لازم اعمل ايديت تايب، اول شيء اعمل دوبليكيت اذا حبيت يكون في اكثر من نوع للحفره افقيه شكل. ملاحظ هون انه العمودي والافقي صار له نفس التغيير، فانا اذا حبيت يكون تغيير العمودي مثلا غير تغيير الافقي، لازم قبل ما اعمل بروفايل من هون واعمل دوبليكيت اوكي، وبجي بختار الحفره اللي بتناسبني. طيب هالطريقه بصير عندي سويب ريفيل، تعرفنا على هذا الامر كمان. طيب هلا رح نتعرف على نقطه، انه اذا انا بدي اعمل نفس امر السويب بس ما للجدار، او بدي اعمله حوالي جدار بس ما اقطع غير هذا المقطع، كيف ممكن نعمل هيك شيء؟ ممكن نحن نستخدم امر السويب من نفس المحل اللي استخدمنا منه القالب اللي عملناه هون، صممناه تصميم لهذا القالب وبعدين حفرنا. امر السويب راح نلاقيه موجود عندنا بالكومبوننت بالموديل ان بليس. اذا اخترنا انه مثلا انا بدي اعمل شيء له علاقه بالجدار، قلت له وول اوكي. هلا بدي بلش ارسم. نذكر هاي الامر احنا استخدمنا امر اكستروجن يوميتا حتى رسمنا المقطع وعملنا اكسترود مشان يطلع هذا المقطع وبلشنا نحفر. في عندنا بنلاحظ انه في هون امر سويب، نحن الامر اللي استخدمناه فويد اكستروجن يعني تفريغ، اما هلا بنستخدم امر سويب نظامين وليس التفريغ. طبعا اذا حبينا نستخدم تفريغ كمان مثل ما شفنا الريفيل للتفريغ، نحن هون فينا نستخدم سويب فويد سويب مشان نفرغ. راح نستخدم نحن هلا حاليا امر سويب نظامي يعني ما تفريغ. نحط اطار محيط بهاي النافذه اللي هون عن طريق نحن انه نعمل مثلا سكتش باث، نرسم المسار اللي بدنا السويب يمشي عليه. فممكن نرسمه عن طريق اللاين، ممكن نستخدم امر بيك، لكن اهم شغله اول شيء لازم شو نعمل؟ نحدد المستوى اللي بدي ارسم عليه. فانا بقول له سيت، بقول له بيك بلان اوكي، بختار هاي هذا المستوى اللي هلا انا حددته. هلا بعد ما حددته هذا المستوى صار فينا ارسم. مثلا نشوف انه اذا رسمت مثلا دائره، فالدائره هاي عم تطلع على هذا المستوى، فينا نقول له شو اذا حبينا نتاكد انه وين صار الازرق هذا هو المستوى. طيب انا مثلا ما بدي هذا سكتش، لا بدي ارسم، بدي اعمل بيك، فيني اعمل بيك واخذ هاي المحيط هذا. اذا كبسنا تاب نلاحظ كيف هو عم ياخذ بعض الاجزاء مباشره، وفينا انا ما اكبس تاب اخذه فورا ضلع ضلع اعمل بيك بيك على كل واحد. فينا نرسم اقواس كمان اذا حبيت، انا راح اعمل هيك بيك. طبعا ملاحظ هون اخذ بيك غير اللي انا بدي اياه، نحس بالعرض نكفي امر بيك. تمام هيك بالطريقه صار عندي سكتش انا كامل من الاشارات صح. فالباث او المسار صار موجود عندي نظامي. هلا نرسم البروفايل، نقول له سيلكت بروفايل، نرسم المقطع اللي بده يمشي على هذا المسار. بنقول له اديت بروفايل، اذا حبينا نختار بروفايل مباشره ممكن نختار بروفايل من هون
هذا مثلا او هيك، بتمنى اشوف عم يطلع في بروفايلات مختلفة عنده، ممكن احنا يعني نختار واحد منها. هذا هو البروفايل يعني الرسم هون. شوف هلا اذا اخترت واحد ثاني كيف رح تغير الرسمة. صارت الرسمة هيك، كنا ملاحظين. ممكن احنا نقول له البروفايل اذا كان في بروفايل بدنا ندخله للمشروع، اذا لا انا فيني اقول له مثل ما كانت من قبل باي سكتش، بقول له اديت بروفايل، اجي ارسم البروفايل اللي بيناسبنا. فيني اعمل فيور مشان اشوف مثل ما انا شايفين المستوى عمودي تماما على الرؤيه. بلش ارسم منه، ممكن احنا نرسم قديش البعد هذا، صح 8 سم يعني. طيب تمام، يعني نعمل البروفايل اللي بيناسبنا او اللي بدنا اياه عادي، بس بحيث يكون يعني يكون مساحته او مسافته تمام متناسبة، ما يطلع كتير كبير او كتير صغير. هذا الشكل مثلا. بعدين انا فيني نفذ امر فيلت، اخذ امر فيلت، ارجع فوت على الفيور مثلا مرة ثانية، اعمل فيلت بين هاد وهاد، نعيدها، فيلت بين هاد وهاد مثلا هيك، كمان اعمل فيلت بين هاد وهاد بهذا الشكل. هيك انا صار عندي مثلا هذا هو البروفايل اللي بدي اشتغل عليه. ممكن هاي ممكن نكبر المسافة شوي هذا الشكل. هون نرفع شوي لفوق بهالشكل هيك، الإشارة صح. نلاحظ انه صار عندنا البروفايل موجود، السويب صار مرسوم نظامي، البروفايل ماشي على المسار اللي حددناه، صار عندنا الاطار المحيط بهذا الشكل. هلا اذا انتهينا فينا نقول له امر ثاني اذا حبينا نطبق شيء سويب مثلا، او اذا خلصت انا فيني اطلع من الامر اقول له اشارة صح فينيش موديل. هيك صار هلا هذا فاميلي لحاله عبارة عن السويب اللي اشتغلناه. النقطة الثانية اللي راح نحكي عنها هي امر الرامب اللي بيكون لازم موجود عندي هون، حتى تحسن سيارة تطلع وتفوت على الكراج لازم يكون في رامب. أمر الرامب هو جنب أمر ستير موجود عندي، هو هون بيشبه أمر ستير كتير يعني، تقريبا نفس الطريقة. لازم أول شيء يكون واقف بالطابق اللي بدي أرسم فيه. نحن طبعا إياه بلش من الصفر لعند الطابق واحد، راح نوقف بالصفر ونرسم نعطي أمر رامب. هلا هو عم يطلب مني أرسم الشاحن تبع الرامب، الخيار محطوط إنه من الصفر للواحد. اللي بيتحكم بطول الرام مثل ما انا شايفين عم يحط هو هذا الطول الافتراضي له، يعني اذا كبست بلشت باول الشاحط فهو عم يحط طول افتراضي انه لهون بينتهي الرام. كيف هو حدد انه 2.7 طول الرام بيكون كفاني من الصفر للواحد؟ طبعا اذا نهيت خلص مثل الدراج، اذا نهيت هيك او اذا قللت بصير في لسه له كفايه بكفيه لحاله مثل الدراج تماما، لكن اذا خليته شاحط واحد هيك بهالطريقه فهو محدد انه 2.7 طول الرام. طيب منين هو محدد هذا الطول؟ انا اذا فت على الايديت تايب لهون بلاحظ في عندي بالدايمنشنز شيء اسمه الماكسيموم لينث، وعندي الرامب سلوب الماكس طبعا. فهون الابعاد المحطوطه هون او الارقام محطوطه هون، هو بياخذ نسبه 1/6 كميول للرامب، ومن خلاله بيتحدد معه الطول اللازم. يعني هو بالنسبه له انا لازم لحتى احسن اطلع متر امشي 6 امتار 1/6. نحن بالعادي مثلا ناخذ 16 القيمة تبعت البسط على 100 مثلا، او 12 على 100 او 3 على 100. ال 100 عندنا هي المسافة اللي بدنا نمشيها، قديش مرتفع خلالها، فالرقم اللي بالبسط تبع الكسر بالبسط بيكون هو الارتفاع اللي عم برتفعه، بيتغير البسط نحن بالعادي، وال 100 من تحت المسافة المشي هي الثابتة. هون بالعكس هو بيثبت مسافة الارتفاع انه متر، يعني اذا بدي ارتفع متر قديش لازم امشي، 6 او 10 او 100. طبعا بيتحول بيتم التحويل ببين معنا، مثلا نحن لو بنقول مثلا 10 على 100 10%، يعني لازم ارتفع 10 امتار اذا مشيت 100 متر، 10 على 100 يعني 1 على 10، فانا 1 بحط هون 10 بصير بالنسبة 10 على 100 يعني، او 1 على 10.
واحد على ستة أو واحد على خمسة، يعني مثل تقريبا 20% الميول اللي نحن أخذينه للرام. هلأ حاليا واحد على ستة، نحن كميول سيارة ممكن ناخده 12%، يعني تقريبا واحد على تسعة تقريبا. ممكن نقول له هلأ أوكي، نحذف هاد ونرسم الشاحط اللي تبع الرام. بنلاحظ انه الطول تغير، صار عندي أربعة تقريبا، 4 أمتار بدل ما كان 2.7، لحتى يرتفع المسافة 45 سنت اللي هي بين المنسوب الصفر بين منسوب طابق الأرضي. طبعا نحن هون هلا فينا نمسك هذا السكتش ونعمل له هيك موف لهون أو أمر موف. فينا نحرك الضلع هذا لهون والضلع هذا لهون مثلا إذا حبينا نشتغل هيك. المكونات الأساسية هي الباوندري اللي أخذناها بالدرج، الريزر الأساسيات الأولى والثاني، وفي عنا الباس طبعا هو كتير مهم وضروري. هلأ إذا كبسنا إشارة صح، رحنا شفناه بال3D، لاحظ إنه هذا هو صار عندي الرام. إذا حبينا نحذف الدراب زينات الموجودة ممكن نحذفها ما في مشكلة. فأنا هلأ هيك صار عندي الرام جاهز كمان تعرفنا عليه. هلأ الرام نحنا في عنا عدة نقاط له كمان، إذا أنا بدي خليه يكون من تحت مفرغ، ففي عنا أمر هون بالإيديت تايب تبعته اسمه شيب سوليد، فينا ناخذها ثيك قول له أوكي. لاحظ لك كيف صار عنا الرام مفرغ من تحت، يعني مانو مصمت أو سوليد من تحت. إذا حبيت إذا كان الرام كثير مرتفع فأنا فينا أشتغل بهالطريقة مشان خلي حد يمر من تحته أو كذا، لكن هون نحنا لا بدنا نخليه سوليد ما ثيك. أوكي طبعا اكيد اذا كنت عم اشتغل كذا رام بالمشروع بدي منهم يكون سوليد منهم يكون كذا، فشو بنعمل شغله اساسيه، نعمل دوبليكيت قبل ما نغير بالاعداد هذا مشان يصير في عندي انا اكثر من فاميلي، كل فاميلي شكل. يعني هلا راح اشوف اني راح اعمل رام، طبعا بدنا نوقف بالمسقط، راح اعمل رام وارسم الرام رسم، يعني ارسم بايدي بحيث ما يكون هيك مستقيم تماما. راح اخذ هذا النوع و نشوف كيف ممكن نرسم رام دائرة. نحن هلأ هيك عم نحدد المسار الخط اللي بالنص تماما للرام، فهون هذا نصف القطر تبع الخط هذا، ممكن اخذه مثلا 5.8 او مثل ما انا بدي. حددت بدايته للدرج وبلشت كفه، ملاحظ انه الصفر للواحد هي اللي مأثرة كتير على الموضوع، لهيك نحن بنكبس اسكيب بنقول له بدي اوصل مثلا للطابق الثالث، وممكن بدي اطلع فوق الطابق الثالث مثلا 9 امتار، او بس بدي اوصل للطابق الثالث، او حتى ممكن انا اخلي بس طابق واحد، يعني عندي طابق ثاني اقول له ابلاي. نص صفر للطابق الثاني، حددت المركز تبع الرام وبعدين حددت البدايه وبلشت امشي انه هاي هي المسار تبع الرام، قلت له اشاره صح. هلا هذا المسار تبع الرام بنشوف العرض مثلا هو من 4.5 ببلش لعند 5.5، يعني عرضه متر. انا فيني ازود العرض مثلا اعمله 6.5 بحيث يكون عرضه مترين، اذا حبيت اكثر مثلا 8.5 هيك صار عرضه اكبر. كمان هذا المسار نخليه يصير بالنص، فممكن احنا نعمله مثلا 7، وايضا العرض نرجع كمان نعمله 5.5، ومن هون نعمله 8.5. هيك بالطريقة صار عندي انا الرام بالابعاد اللي بدي اياها وهو دائرة. هلا اذا كبسنا اشارة صح، هاي مشان الريلينج ما في مشكلة، ونروح على 3D لاحظ انه صار هذا هو الرام عندي. طبعا اذا هون هذا الرام اذا بدي يكون من تحته مفرغ ما في شيء تحته، فنحن بنعمله ايديت تايب، نعمل دوبليكيت نقول اوكي. هلا هذا بنعمل له ثيك اوكي. فملاحظ صار هلا عندي مفرغ من تحت، ما فيه جدران او ما في شيء مسدود. هذا الرام فينا نحذف الاطار مثلا الدراب زينات، هيك بالطريقه صار عندي هذا الرام. هلا ممكن انا اكرره اقول له كوبي بيست الاين تو سكند ليفل. لو كان في عندي طوابق كثير فينا نختار الطوابق اللي عم يتكرر عليها هذا الرام. نلاحظ كيف الرام عندي عم يكون على متكرر هيك على الطوابق. هون ممكن يكون في ارضيه تمشي فيها السياره بعدين بترد تطلع، بيرد تجي ارضيه تمشي فيها السياره. اذا حبينا الرام بيكون متكرر فنحن ممكن نعمل هذا الرام بعكسه رام ثاني وبعدين يرد يكفي الرام على كل المسار. رح تشوف يمكن نعمل طابق متكرر تماما، بس اول شيء بدنا ننتبه لنقطه انه لا اذا انا رحت وقفت بالرايت رح لاحظ انه في عندي هون خلل بموضوع الارتفاع، يعني اذا رحت وقفت بالواجهه ممكن يبين اكثر. ملاحظ كيف نحن قلنا له انه هذا الرام بيوصل من الصفر لعند 2، فهو مبلش بالصفر تمام بس ما نوصل لعند 2.
شو السبب بهذا الموضوع؟ الميول. الميول للرام ما انه كافي انه المسافه المرسوم فيها الرام بيوصل للطابع 2. طيب انا رسمت بس يعني كل المسار، ما انه لما كنت واقف بسكتش او بين لما كنت واقف هون بسكتش ما وقفت قبل ما يقول لي انه هو هذا هو المسار كامل. طيب شو اللي صار؟ اللي صار انه بالايد التايب اذا فت علي انا لهون على الايد التايب بلاحظ انه في غير رقم 9 شيء اسمه رقم 12. رقم 12 هو اللي بيحدد لي المسافه، اطول مسافه يمشيها الرام. يعني الرام ما مسموح يمشي اكثر من 12 متر، لازم بعدها بلش برام ثاني. فلذلك نحن ممكن نتحكم بهاي المسافه لحتى نحسين، او ممكن نمشي بسطه صغيره وبعدين نرجع نعمل رام ثاني. انا مثلا كان بدل ما نعمل هيك فينا نعمل الايدت تايب نزودها، نعملها مثلا انه ما بهمني قديش يمشي، ممكن نعمله خليه يمشي 50 متر ما في مشكله، نقوله اوكي. نعمل رن، نحدد المركز، عفوا نعمله ناخذ قوس، نحدد المركز وبعدين نبلش نرسم. فملاحظ انه هلا هو وصل لعندي للمسافه اللازمه وقطعها، بحيث صار ممكن يرتفع للمستوى المطلوب لانه عم يقول لي صفر ريمايننج، ما بقى ولا امتار مثلا لازم يمشيه اكثر. هيك بيكون وصل للارتفاع المطلوب. مثل ما تعلمنا اذا حبينا نزود هاي المسافه مثلا او هاي المسافه ما في مشكله، يعني حسب نحن شو حابين. طبعا هو ما عم يزود، هلا نحن تعلمنا نزودهم بالارقام، نعملها مثلا 8 ونكبر هاي نعملها 12 بحيث يصير هذا هو مسار رامب وعريض وله اشاره صح. فملاحظ هلا اذا رحنا وقفنا بال 3D كيف صار عندنا هاي فرق المنسوب. اذا رحت وقفت الواجهه مشان اتاكد تماما، لاحظ انه المنسوب عندي صار نظامي. اذا اخذت هذا المنسوب وسحبته لهون لاحظ كيف هو مبلش من الصفر تماما وعم ينتهي وين؟ عند 2 تماما. طيب اذا انا كان بدي الموضوع يصير وانا ما بدي احسب شيء، يعني ما بدي اقعد احط حسابات واعرف انه هو طويل ولا لا او كذا وكافي ولا ما كافي، انا بعرف بالرسمي راسم مسقط مثلا راسم سكتش وبعرف انه هالابعاد او الطول هذا هو بكفي للرام، نص دائره فرضا بقطر كذا، انا راسم القطر وراسم كل شيء، فما بدي يتحكم هو بالموضوع. بيجي لهون بصير بفتح الارقام هاي، ممكن بدال ما يصير 1/9 اعمله 1/1، كل ما صغرنا بصير المجال افضل، لانه 1/1 يعني هي 100/100، يعني انا بمشي 100 متر برتفع 100 متر. فاذا بدي ارتفع 4 امتار ممكن امشي 4، اذا بدي ارتفع 4 امتار بمشي 4 امتار كمان. فقد ما نصغرنا بهالحاله صار الميول جدا كبير. ممكن لسه نصغر اكثر من هيك، نحط 0.1 مثلا، لسه صار الميول اقسى كثير بهالحاله هاي. طبعا هذا الماكسيموم، يعني هذا الماكس تبع الميول. فاذا نحن رسمنا سكتش اللي بدنا اياه، حددنا انه مثلا هاي اذا حذفنا هذا هو بيحدد السكتش. فاذا رسمنا المسار نحن نعرف قديش المسار، مثلا نص دائره تماما بقطر 9.7، انا هذا كافيني وبعرف انه هذا بكفيني لحتى اوصل بين الطابعين، وبدون ما احسب الميول او اتدخل باعدادات الميول الموجوده هون. بنجي بنعمل ريزر بحيث تكون الريزر عمودي على الباث، بعدين نعمل تريم، انا اللغه عندي عربي، نعمل تريم بين هاد وهاد كمان هاد وهاد. هيك بهالطريقه مثلا نحن رسمنا وما اهتمينا بالميول الموجود عندي، بس حددت له انه بدي من 0 ل 2 وقلت له اشاره صح، رحت وقفت بال3D. لاحظ انه كمان لساته عم يحافظ على الطول الصح لحتى يوصل من الارتفاع لارتفاع ثاني، رح نوقف هون لحتى يوصل من 0 ل 2، فهو صار يوصل عادي ما في اي مشكله. هلا قد ما نصغر الرام بضل عم يوصل لهون، بضل عم يصير ميوله اقسى ميوله اقسى، هو بيتناسب لحاله بما اني انا فتحت الابعاد كثير، خليته يمشي قد ما بدي وخليت الميول قاسي جدا. فنحن لما بنرسم رسمي بنكون حاسبينها نحن كاطوال، خلص هو راح يطلع الميول المناسب، لانه نحن حاسبين الاطوال انه يطلع الميول تبعها مناسب. مثلا انا حاسب انه القطر لما بيكون 5 متر، نصف القطر لما بيكون 5 متر، ساعتها اذا رسمت نص دائره مثلا راح يكون 20 متر الطول تبع الرام، وبالتالي 20 متر طول بكفوني كمنسوب انه ارتفع 3 امتار مثلا. هيك بهالطريقه انا بيجي برسم الرام على نصف قطر 5 متر ونصف دائره،
وخلص يعني بفتح الابعاد من هون عشان هو ما يضايقني لانه انا حاسبه. طبعا المفترض لما يكون الحسابات فعلا صحيحه تماما ما بياثر، حتى لو كنت حاطط هون بالايدت تايب تبعت الرام او كنت حاطط ارقام مقيده بس صح نفس حساباته ما بيطلع فيه اخطاء وبيشتغل عادي، بس لما تكون حسابات صحيحه تماما. هذا الرام محطوط انه يوصل للثلاثة وفي هون قيمة offset نعملها صفر، نقول له انتر apply، نلاحظ انه صار يتناسب. طبعا هذا الرام نفس هذا الرام اثنيناتهم رام الفاميلي هي نوع اثنين ما في واحد من نوع واحد، لذلك الاعدادات اللي غيرناها على هذا نفسها بتكون هلا تغيرت على هذا وانطبقت الان. هاي بالنسبة احنا اذا حبينا نعمل هيك رام ممكن هذا هلا نكرره، نقول له copy paste align to select level، نختار الطابق الثاني. فهلا صار في عندي هون هذا راح احسبه، صار في عندي هذا الرام. اذا رحنا وقفنا ب 3 دي نلاحظ كيف صار شكله، ممكن يكون انا عندي هون ارضيه عم تمشي فيها السياره بعدين تطلع لهون ترد بارضيه وترد تطلع الطابق فوقه وهكذا. لكن انا اذا حبيت يكون الرام مستمر ممكن هذا الرام نفسه وقف بالتوب مثلا من هون واجي اعمل له روتيت، اختار حرك هذا بامر روتيت. نحن فينا نحرك المركز تبع الدوران، ففينا نحرك هذا المركز لحتى يصير هون مثلا بمنتصف المنتصف الضلع هاي هيك. اذا ما كنت بعرف المنتصف تمام ممكن استخدم خطوط مساعده. اذا شفنا هلا مثلا هيك حطيناه بهالطريقه بنلاحظ انه في فرق صغير بيناتهم، لكن احنا ممكن نستخدم خط مساعد. كيف نعمل خط مساعد؟ ممكن نعمل موديل لاين نختار من هون لهون اذا حبينا، ممكن نعمل ميرور امر ميرور تماما، يعني اخذنا امر ميرور وقلنا له من هون هذا هو خط الميرور. فملاحظ انه صار الرام موجود عندي هيك. اذا رحنا شفناهم ب 3 دي في عندنا رام زياده رح نحسبه. هلا هذا الرام رح نخليه طبعا شو يعمل، لازم يصير بالعكس مشان يكون الطلعه مثل ما احنا شايفين هلا هون صار في تعاكس، يعني هاي بدايته وهاي نهايته. لكن احنا اذا حبينا نعكس الرام نعكسه من خلال انه اذا رحنا وقفنا بالمسقط مثلا من هون نشوف في عندنا لما نحدده بيطلع عندنا سهم، هذا السهم اذا ضغطنا على هاي كمان الدرج له نفس الشيء بصير الرام بينعكس. هلا مباشره نحن بنصير شو نعمل، بنصير ننسخ انه هذا مثلا نقول له كوبي بيست الاين سكت ليفل، نختار الطابق الثالث. في هون شوي ميول صاير ليش؟ لانه اذا مسكنا هذا الرام وشفنا الاعدادات بنلاقيه من الثاني للثالث وفي قيمه اوفست مدخلين نعملها صفر، نقول له انتر. لاحظ كيف صار يطلع عندي الرام بهذا الشكل مباشره، بصير بنسخ هذا لفوق وهذا لفوق، يعني بصير بنسخهم اثنين او واحد واحد. هذا بنسخه على الطوابق الزوجية وهذا بنسخه على الطوابق الفردية اذا كان عندك كثير طوابق. فبلاحظ كيف صار هو حلزونة تماما، لكن احنا بنعرف انه لازم يكون في مسافات مستقيمة بالرام لانه السيارة ما بصير تضل ماشي بطلعة بشكل دائم، يعني في نورمات معينة. لكن يفضل يكون رام بعدين ارضية بعدين رام بعدين ارضية وهكذا. هاي كمان هيك بنكون نحن اخذنا لمحة سريعة عن موضوع الرامبات كيف ممكن نشتغلها. طبعا ما ضروري يكون دائرة، ممكن احنا الرامب هذا لما نشتغله يكون عبارة عن رامب مستقيم بس على درفات، يعني مرة هيك مثلا اذا بدي اوصل للطابق الثالث فممكن يكون هيك بعدين هيك بعدين هيك هيك وهكذا. طبعا بدنا ننتبه لفكرة انه ما بدنا الشواحط تتداخل ببعضها. وهكذا بكون الرام صار جاهز. طبعا هون صار في عندي تداخل، لهيك نحن ممكن نرجع هذا هيك شوي لورا نعمل الامرتين بين بعضهم لحتى يصيروا هيك. هيك هلا بكون صار درجة تقريبا تمام، هون كبسنا على بعد وهمي فصار ثابت. هلا بنقول له اشارة صح، جاء هذا الخطأ، بنروح نشوف ال 3D كيف صار عندي الرام بهذا الشكل. هلا اذا رحنا اخذنا هذا الرام وقلنا له انه يكون من رام من نوع 2 مشان يكون مفرغ من تحت، لاحظ كيف صار عندي الرام فرغ من تحت، ممكن يكون للاستعراض ممكن يكون ل مسار سيارات كمان بس يصير هون في محنيات الى اخره. ممكن نشتغل على هيك شيء كمان اذا حبينا حسب نحن المشروع اللي بيكون عندنا. ف
فهاي كمان كانت لمحة عن الرامض وتعرفنا علي. هيك بكون خلص درسنا اليوم، أخذنا تعرفنا على الكورتينول كيف ممكن يدخل، كيف ممكن يفرغ بقلب الدرج، كيف ممكن نضيف ونقطع نحنا، شو ممكن نعمل فيه، وتعرفنا على السويب والريفيل، تعرفنا على السويب إذا نحنا حبينا نعمل سويب خاصة فينا، كمان تعرفنا على الرامب والرامبات شو ممكن نعمل فيهم. المفروض الدرس القادم يكون هذا الموضوع منتهي بالنسبة للمشروع اللي عم نعمله، بالنسبة لهاي العناصر اللي أخذناها. بالإضافة إنه راح نبلش إن شاء الله بالموقع المحيط بهذا المشروع ونتعرف على الإكساءات والرندر، راح يكون إن شاء الله الدرس الجاي آخر مرحلة بالتصميم.